عن شخصية الكابتن بلال. الكابتن بلال بعيدا عن انه عنده مكاتب تأجير سيارات وعنده متواجد اغلب السيارات، الا انه كمان عنده مكاتب لاستئجار الفنادق. مهم، انت جاي على دبي مالك عارفان شيء، مالك غير كابتن بلال. هذا رح تركون صفحة كابتن بلال، في عنده كتير خدمات، فيزا وما فيزا وشغلات كتير ممكن يقدم لك اياها. فهذا حساب الكابتن بلال، كنتكم تابعوه وشوفوا الوضع. يا هلا، ليش هيك الوان كتير غامقة؟ طلعت لي اسمر. مهم، تراني اجيب منديل الحين اروح الاوتيل. يا جماعة انا مالي فهمان، كتير تقيلة وكتير كبيرة. انا قلت لهم وجبة اني اعطوني لعائلة، معقول؟ بس لا، دفعت سعر وجبة كتير كبيرة. وات دام، كتير. بس طلعوا تحت في فروج، بالعادة نحن عنا بتركيا بحطوها فوق. تعالوا نجرب. هاي ديم يا جماعة وربي انهم مخربطين. اولا في هون تبعيد شخصين، ثانيا في معلقتين، ثالثا في شوربة. انا ما طلبت شوربة، وهي كتير تقيلة كيلو. ترى انا اسف، بس يعني انا اعطيتهم الفلوس وطلعت لبرا استلمت بالسيارة، اجتني الوجبة على السيارة اخذتها ورحت، فما بعرف. ديم.